الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخنا الحبيب غفر الله لك: أجمع العلماء على أن صلاة المرأة لوحدها خلف الصف صحيحة، استدلالا بما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه. يقول: لماذا لم يقل العلماء مثلا بعموم الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في حق الرجل والمرأة، وحملوا حديث جدة أنس على وجود عذر، ومن ثم يقاس عليه الرجل إذا وجد عذرا ونحكم بصحة صلاته؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أنه لا تعارض بين عام وخاص، وأن الواجب علينا إذا رأينا دليلا عاما ووجدنا دليلا خاصا يخرج بعض أفراده أن نبني العام على الخاص، فنخرج هذا الفرد الخاص من دلالة الحكم العام، ويبقى بقية الأفراد على مقتضى العموم. إذا علمت هذا فحديث وابصة لا صل... فحديث علي بن شيبان عند ابن حبان وغيره بلفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة كما في حديث وابصة، هذه كلها تعتبر أدلة عامة يدخل فيها الذكور والإناث، ولكن وجدنا دليلا يدل على أن المرأة تخص من هذا بدلالة الآثر والنظر. أما بدلالة الأثر ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، وأقام المرأة خلفنا، مع أنه ليس ثمة عذر ظاهر في هذا الحديث يدل على تأخير المرأة، فإنها لو وقفت بجوار أنس عن يمينه لما كان في ذلك محذور، لكن لأنه موقفها الأصلي الشرعي خلف الرجال فأخرها النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي منفردة خلف الرجال. وفي الصحيح أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ذات يوم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. فهذا دليل على أن موقف المرأة إنما هو خلف الصفوف، ولا يراعى في موقفها كونها منفردة أو مع غيرها من النساء. فالمصافة ليست من واجبات النساء بهذا النص الخاص الذي أخرج النساء من جملة الدليل العام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا دليل عام، لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، والأحاديث الأخرى تخصص النساء فلا تعارض بينهما. وأما قولك فيقاس عليها الرجل إذا صف منفردا خلف الصف لعذر، فنقولنا نحتاج إلى هذا القياس لوجود النص، لا نحتاج هذا القياس لوجود النص، فإن النصوص دلت على أن المصافة إنما تجب في حال الاختيار لا في حال الاضطرار، فيقال في حالات الاضطرار ما لا يقال في حالات الاختيار. فإذا دخل الإنسان ووجد الصف قد امتلأ ولم يجد من يصافه، فإن المصافة التي كانت واجبة عليه تسقط في هذه الحالة، لأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرى، وأن الواجبات تسقط بالعجز، وأن تكاليف الشريعة منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فليست المصافة من الواجبات المطلقة التي لا تسقط مطلقة، بل هي واجب إذا قدر الإنسان على تطبيقه، وأما إذا عجز عن تطبيقه بمعنى أنه لم يجد فرجة في الصف ووجد الصف ممتلئا فلا يجوز له حينئذ أن يسحب رجلا، ولا أن يبحث عن فرجة بتكلف وإشقاق على الغير، وإنما يعتبر الواجب الشرعي في المصافة قد سقط عنه ويصلي خلفهم، وصلاته منفردا في هذه الحالة صحيحة لأن الواجب قد سقط عنه بالعجز. واختار هذا أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم، والله أعلم.